يا استاذ مازو انا بحذرك، النوعيه دي من العلاج ممكن يبقى فيها خطوره كبيره على مدام شيماء. بقول لك يا دكتور، انا عندي انها تموت ذكيه ولا انها تعيش غبيه، انت مش فاهم دي كانت هتخسرني ايه. خلاص اللي انت شايفه، ده رايي كفايه كده. خلاص 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 خلاص. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. انا تعبان فيا كده يا مازو بعد كل اللي عملته معاك. وعشان ايه يا شيماء؟ مش عشان مصلحتنا ومصلحه عيلتنا هتنبسط يعني لما نخسر بغبائك؟ سيبني غبيه، مش غبيه ده اللي كسبك امبارح يا نادل. لا، غباء امك وجوزها هو اللي كسبنا. استحملي معايا وانا والله هعوضك. بقول لك يا دكتور، ما نديها لفه كمان زياده توكيد. لا كده تفيص مننا، والله ما هيحصل حاجه. لا يا استاذ مازو كده كتير كده، هنخش في شريحه اعلى او هيشيلوا العداد. طيب خلاص، هي اصلا شكلها فائت ما شاء الله. عموما احتياطي محدش يسلم عليها بعد الجلسه بنص ساعه. ليه؟ لانها ممكن تكهربه، لانها هتبقى يا اما بتفضي شحنه يا بتستقبل شحنه، وهيحصل شويه تشويش على الاجهزه الكهربائيه، يعني الغساله الثلاجه الراديو. ما تقلقش كل ده هيروح بالتدريج. طب وريحه الشياط اللي طالعه من شعرها دي عادي؟ لا عادي، كل ده هيروح مع الوقت. عموما انا مش هسيبها، انا هكتب لها على صدمه كهربائيه كل 8 ساعات لمده يومين. بعديها لو لسه عايشه هتبقى اتحسنت كتير. طب افرض يا دكتور ان هي في النص استغبت، اعمل انا ايه ساعتها بقى؟ يبقى تاخد صدمه عند اللزوم بس ما تكترش، 220 230 فولت بالكتير قوي. تمام. طب انا ايه، انا مش اكهربها انا يعني، ولا ابعت اجيب حد من الصيدليه يديها لها اضمن؟ واتيفر، انت بتعرف تكهرب؟ اجرب. ماشي اجرب. انت برضو يا شيماء يا حبيبتي ساعديني، يعني لو حسيتي ان انت استغبتي وانا مش موجود صباعك وفي اقرب فيشه. الف سلامه عليك يا حبيبتي. لا كفايه ارجوك والله ما هتستحمل. ماتت؟ تعالي يا حبيبتي شده وتزول، اهم حاجه نفضل ماشيين على كلام الدكتور زي ما قال جوه. مازو انا حاسه ان انا عامله زي الباور بانك يا حبيبتي. استاذ مازو اللعبه بيبي يقول لكم الف سلامه والف مبروك. والف نهار ابيض، والله عمركم ما غزلتوني في حاجه، سلم لي عليه قوي. مازو ايه اللعبة بتقول ازاي يعني؟ دي جماد، هي بتتكلم، عندها بق ولسان وسنان ولغليغ وشعر وزور، هتتكلم ازاي يعني؟ يعني دي جماد، دي حتة جماد كده، حتة بتاعها كده. أحسن؟ دكتور ده هايل.